يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات التي حصل بها الابتلاء؟ كلمات الأوامر، الأوامر التي أمره الله بها، وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله به، من ذلك ذبح ابنه، من ذلك إلقاؤه في النار وصبره على ذلك، من ذلك هجرته من بلاده إلى بلاد الشام وبلاد الحجاز، هل هذا من وفائه بما أمره الله به، دعوته إلى الله والصبر على ذلك حتى ألقي في النار، كل هذا مما أمره الله به وصبر عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: بناؤه للبيت، بناؤه للبيت العتيق الذي بوأه الله له وبين له مكانه، هذا من قيامه بما أمره الله به. نعم.